ان شاء الله النهارده هناخد طريقه عمل السيم اند سيت بلوك فيلم بالجيمسا ستيل. الجيمسا كومبوزيشن عباره عن ايوسين وسيرين بلو. الايوسين بيعمل ستيننج للنيوكليوس ريد، والمسيرين بلو بيعمل ستيننج للسيتوبلازم بلو. فبالتالي انا هلاقي الخليه السيتوبلازم بتاعها لونه ازرق والنيوكليوس بتاعتها لونها احمر. ده احسن ستين بتتعمل لمعظم البلاد باراسايتس بالملاريا والبلازمو اللي هو البلازموديوم يعني، والتربانوسوما والفلاريال باراسايتس. ايه هو البلاد فيل او بريفر بلاد سمير؟ هو عباره عن طريقه بعمل بيها ال عينه الدم على مايكروسكوبيك سلايد بطريقه تخليني اقدر اعمل اكزامينيشن للبلاد سيلز كويس قوي واشوفها مايكروسكوبيك. طب ايه هو الايم بتاعي؟ يعني انا بعمل البلوت فيلم ده لايه؟ بعمله علشان هو اولا رابت ولو كوست، بيديني يوسفول انفورميشن يعني بيديني معلومات مهمه، بيساعدني اعمل انفستيجيشن لاي هيماتولوجيكال بروبلم زي انيميا زي اي مشكله تاني في البلوت. كمان بيساعدني ان انا اشوف الانفكشن سواء بارازيتك بكتيريال فايرال. الحاجه الاخيره والمهمه برضو ان انا بعمل اعمل مانجمنت للبروبلمز دي طبعا بعد ما اعمل لها تشخيص سليم. ندخل بقى لل preparation of blood films. ازاي بعمل preparation؟ هم عبارة عن نوعين two types of preparation، حاجة اسمها thin blood film وحاجة اسمها thick blood film. يعني هناخد النهاردة thin والthick ازاي بتعمله. طيب اهم حاجة انا عندي ثلاثة basic steps عشان اعمل اي blood film. اول حاجة ازاي احضر ال blood smear بتاعتي، تاني حاجة ازاي اعمل لها fixation يعني ازاي اثبتها على الشريحة ما تضيعش مني، الحاجة الاخيرة ازاي اعمل لها staining. يعني هما ثلاث حاجات اساسيين، ازاي احضرها يعني ازاي احط نقطه الدم على الشريحه، وبعدين ازاي اعمل لها فيكسيشن ازاي اثبتها بحيث ما تضيعش مني، وبعدين اخر حاجه ازاي اعمل لها ستيننج. نيجي نبدا بقى في ستيبس اوف ثين بلاد فيلم. ازاي احضر ثين بلاد فيلم؟ انا بجيب نقطه دم بحطها على اخر سلايد، وبعدين بجيب سلايد تاني اللي هو السبريدر وببدا اتحرك بيه على نقطه الدم دي قدام، بحطها فوق السلايد الاولانيه بزاويه 30 درجه، وبعدين ببدا اتحرك بالسبريدر ده باك لغايه ما يلمس نقطه الدم، يعني بتحرك بيه لورا لغايه ما يلمس نقطه الدم، وبعد كده هو اول ما يلمس نقطه الدم ببدا اطلع بيه لقدام تاني لغايه ما ايه ما اعمل سبريد نقطه الدم دي كويس قوي على السلايد. بعد كده هو بسيب نقطه الدم دي تنشف خالص في الهواء علشان ابدا اعمل لها ستين. لما بتنشف بكتب بقى طبعا اسم البيشنت، عدد النمبر، اي ايدنتيفيكيشن ممكن يتكتب على سلايد بكتبه بماركر او ببنسل. الكلام ده هنشوفه ان شاء الله في السلايدات الجايه. زي ما قلت لكم اهي، أو اول نقطه ان انا ببدا احط نقطه دم واحده على اخر الشريحه بالمنظر ده، بعدين بجيب شريحه ثانيه وبحطها قدام النقطه بتاعتي، وبعد كده ببدا اتحرك بيها لورا ناحيه النقطه لغايه بدأ بزاويه 30 درجه لغايه ما تلمس نقطه البلاد، وتبقى نقطه البلاد كده زي ما انتم شايفين ايه عامله سبريد على حافه الشريحه. وبعد كده ببدا اطلع بالشريحه اللي فوق دي لقدام مره ثانيه بالطريقه دي كده بحيث يحصل لها سبريد على البلاد فين، يحصل لها سبريد على الشريحه. ده بقى منظر للجود اند باد بلاد فيل. الجود بلاد فيل زي ما انتم شايفين في نقطه الدم اهي موجوده، وده منظر السبريد اللي عملته الشريحه. اللي فوق ده مشكلته في ايه؟ مشكلته النقطه شايفين مش كامله مش سليمه، الفيلم هنا في النص متقطع في حتت كتير بيضه وبايظه. ده علشان وانا ده بيجي من كذا مشكله، ممكن تبقى الشريحه اللي انا بعمل بيها سبريد مثلا البوردر بتاعها شارب او مش سموز، ممكن تبقى وانا بحرك ايدي مش منتظمه في الحركه، فطبعا كل ده بيخلي البلاد فيلم يبقى باد ومش سليم. لكن ده الجود بلاد فيلم بيبقى السبريد بتاعه بالمنظر ده. مرة تاني دي كرايتيريا او جود سمير. يبقى شكلها عامل ازاي؟ اولا شكلها تانج شيب زي ما انتم شايفين كده، وليها سموث تيل من هنا. الحاجة التانية مش مغطية كل سلايد، لا هي واخدة جزء بس منه حوالي نصه او تلتينه مثلا. الحاجة التانية فيها جزء سيك اريا اللي هي في البداية، وكل ما نمشي ناحية بره تلاقي المكان بيبهت، يعني في جراديوال ترانزيشن، في جزء هنا سيك شوية وكل ما نمشي لقدام تلاقي البلاد نقطة الدم بتبهت لغاية ما تختفي خالص.
الحاجة التانية اللي مفهوش طبعا لا هولز ولا لاينز زي الشريحة اللي فاتت لما شفناها كده، كان مليانة هولز اند لاينز. هنا بقى في اكزامبلز البلوت فيلمز مش كويسة. اول واحد ده زي ما انتم شايفين، بصوا الاند بتاعته شارب ازاي، ده معمول بسلايد الاند بتاعتها مش سموث. تاني واحد ده سيك خالص، تقيل جدا. تالت واحد ده بقى واخد كل السلايد وفي نفس الوقت المفروض ان هو في البداية يبقى سيك وبعد كده يبهت، لا هو اللي حاصل هنا العكس خالص، هو هنا بالعكس هو في الاخر هنا اللي سيك. وطبعا زي ما انتم شايفين في هنا لاين ابيض، فده الديستريبيوشن بتاعه مش سليم. اخر واحد ده الجود سين بلاد فيلم اللي بادي سيك وبعدين في الاخر بيبهت معانا. نيجي بقى لطريقه تحضير السيك بلاد فيلم، بنعمل ايه؟ بنجيب لارج دروب اوف بلاد ونحطها على جلاس سلايد بالطريقه دي، بنعمل لها سبريت كده ببساطه خالص بحيث تعمل سيركلر اريا كده، بحيث يعني تبقى حوالي 1.5 سم باستخدام مثلا انذر جلاس سلايد او اي ستيك معاك، اي عصايه او اي جلاس رود ممكن يساعدك تعمل الحكايه دي. بسيبها تنشف وبعدين بعمل لها ستيننج على طول. ده منظر الاثنين مقهوم قصاد بعض، ده ستين بلاد فيلم عباره عن نقطه وعمل لها ديستريبيوشن كويس، السيك بلاد فيلم عباره عن نقطه واحده حطيتها وعملت لها ديستريبيوشن وسبتها تنشف تماما. ده برده منظر الستيك ستين وده منظر الستيك. ايه الفرق بين ستين اند سيك بلاد فيلم؟ الستين بلاد فيلم بقدر احدد بيه ملاريا، تبرنسوما، مايكروفلاريا، بيساعدني اعمل اوبزرفيشن للريد بلاد سيلز كويس خالص من ناحيه المورفولوجي ومن ناحيه ان لو في اي اورجانيزمز حواليها من بره اكسترا سيلور او انترا سيلور. مشكلته الوحيده ان انا بضطر اعمل اكزامينشن على الاقل نص ساعه فيه او فور ميت فيلد، بالتالي لو في لايت انفكشن ممكن يبقى مسد مني لو ما عملتش اكزامينشن كويس. السيك بلاد فيلم بقى الفكره كلها في البريبريشن بتاعه، ان انا بضطر اعمل دي هيموجلوبينايزيشن، بمعنى ان انا بشيل الهيموجلوبين في بفرد ووتر قبل ما ابدا اعمل جيم ساستين، وده هنشوفه في الخطوات اللي جايه. طيب ميست اوف ايه؟ ان هو بيعمل لي كونسنتريشن للبلود، فبالتالي لو اي لايت انفكشن بقدر اخده على طول، لان انا بحط ممكن 3 4 نقط من البلود ما يهمنيش. عيبه في ايه بقى؟ ان الانفكتد ريد بلود سيلز بتبقى لوست، لان انا بفرقع الريد بلود سيلز في الميه علشان ايه اشيل الهيموجلوبين، فبالتالي اي الانفكتد ريد بلود سيلز بتبقى لوست مني، فمحتاج مور اكسبيرينس عشان اقدر اشوف الاورجانيزم. وطبعا لازم يتعمل له دراي اوفر نايت، يعني ممكن تسيبه طول الليل علشان يعمل له دراينج عشان اقدر اعمل له ستين. هو عيبه في ان الريد بلود سيلز بتبقى مش باينه فيه، فانا دايما الستين بلود فيلم بنستعمله علشان نشوف الريد بلود سيلز كويس، لكن الستيك بلود فيلم بشوف الحاجات التانيه اللي غير الريد سيل، لان الريد سيلز بتبقى ايه مش موجوده، فغالبا بتحتاج مور اكسبيرينس قوي عشان اقدر اعمل ريكوجنايز الاورجانيزم. اجينا اهو ايه الفرق تاني بين الريد اند ستين اند سيك بلاد فيلم. الستين بلاد فيلم انا عندي فيكسد ار بي سيز بحط سنجل لاير، لكن السيك بلاد فيلم عندي لايزد ار بي سيز. الستين بلاد فيلم فيه سمول فوليوم، يعني باخد يا دوبك نقطه واحده من البلاد، لكن السيك باخد لارج فوليوم ممكن 3 4 نقط. هنا هو عندي البلاد بيبقى قليل قوي، يعني في الميد فيلد في مثلا حوالي 5000 5 من 1000 مايكرون بلاد، لكن هنا الميد فيلد فيهم حوالي ربع مايكرون بلاد. هنا في جود سبيشيز ديفرنشيشن، يعني اقدر اميز سبيشيز عن بعضيها، لكن هنا البلاد اليمنت محتاج مور تايم تو ريد، يعني محتاج وقت اطول علشان اقراه. في لو دنسيتي انفكشن ممكن تبقى مس دمين. هنا هو البلاد اليمنتس بتبقى كونسنتريتد، يعني البلاد كله بيبقى كونسنتريتد، محتاج عباره عن سكرينج تيست رائع، لان انا لو هعمل سكرينج معناه ان انا هعمل اكزامينشن لعدد كبير من البيشنت، فطبعا ده بيكون افضل لانه بيحدد الانفكشن بسهوله. ممكن بيديني نتيجه بوزيتيف او نيجاتيف، ما بيقدرش يعمل لي ديفرنشيشن للسبيشيز كويس زي ده، ده هنا في جود سبيشيز ديفرنشيشن، لكن هنا يا دوبك هيقول لك بوزيتيف او نيجاتيف. بارازايت دنسيتي مور ديفيكالت تو دايجنوز سبيشيز، يعني صعب ان انا اعرف نوع السبيشيز ايه. دلوقتي ان شاء الله هنشوف سلايد فيكسيشن، ازاي هعمل فيكسيشن للنقطه الدم اللي عملت لها ديستريبيوشن وسبتها تعمل دراينس، وهشوف الجيم ساستين بتتعمل ازاي. بالنسبه للسين بلاد فيل انا بسيبه ينشف في الهواء زي ما قلنا، وبعد كده باخده اعمل له تو ديبس كويكلي كده في ابسوليوت ميثانول. ده طريقه الفيكسيشن بتاعي، انا انزله مرتين بسرعه واطلعه في ابسوليوت ميثانول، بعد كده بطلعه وبسيبه ينشف من الميثانول في الهواء
وببدأ أعمل ديليوشن للجمسة بنسبة 1:20، يعني 1 صبغة و20 تبقى فوسفات بفر سولوشن اللي هو البي دي اس. بعمل بعد كده هو ستيننج بالميثانول فيكسد، السمير اللي انا عملت لها فيكسيشن دي باخدها وابدا احطها في الجنسة لمده 20 دقيقه. لو عايز اقلل الوقت اللي هو ال 20 دقيقه دي اخليهم 10، يبقى هزود هنا هو الكونسنتريشن، هخلي الجنسة بنسبه 1:10 مش 1:20. رجع لما عاملاها 1:20 هحطها لمده 20 مينت، يعني هي نسبه وتناسب. بعد كده هو بسيبها في الجار كده اللي فيه الجمسة ديليوتد جيمسة طبعا فور 20 مينت. بعد كده بطلعها بعمل لها ووشنج كويكلي برضو عن طريق ديبنج مرة او مرتين في جار تاني يكون فيه بفرد ووتر او ديستال ووتر، واسيبها بقى تنشف في الهواء. بالنسبة للستين بلاد فيلم يا شباب، مهم قوي قوي اني انا احافظ على المورفولوجي بتاع السيلز، فبالتالي وانس الفيلم نشف لازم يتعمل له على طول فيكسيشن. الحاجة التانية ان انت افويد خالص خالص ان اي سن بلاد فيلم يقرب من المية قبل ما اعمل له فيكسيشن، يعني قبل الميثانول ما يقربش من المية خالص، لان هتلاقي كل الريد سيلز نزلت، كل الريد سيلز هتبقى لايسيس في الحالات. الميثايل الكحول او الميثانول ده احسن حاجة، ممكن لو ما فيش نستعمل الابسوليوت الكحول او الايثايل الكحول ممكن نستعمله، لكن هو الميثايل الكحول او الميثانول ده احسن حاجة للفيكسيشن. بصوا ده اونستينت بلاد فيلم، وده بعد الستيننج او ده خلاص اخد الجيمس بقى لونه بنفسجي كده. السيك بلاد فيلم بقى انا بعمل له دراينج في الهير، بسيبه في الاير، بسيبه ينشف خالص في الهواء. ما ينفعش طبعا احطه في انكيوبيتر ولا في هيت، لان ده بيعمل فيكسيشن للبلاد سيل على الشريحه وبالتالي ما بيحصلهاش لايسس. بعد ما بينشف بجيب كونتينر فيه ميه وابدا انزله 2 ديبس كده بسرعه في الميه لغايه ما تلاقي لون النقطه اللي على نقطه الدم اللي على الشريحه بهت شويه. في الحاله دي بعرف ان الريد بلاد سيلز بدا يحصل لها ايه لايسس خلاص. بعد ما بتبهت كده وتنشف من الميه بقوم حطها برده 2 ديبس بسرعه في ميثانول عشان اعمل لها فيكسيشن، بسيبها تنشف من الميثانول. بعد كده بقوم حطها في جيمسا برده تكون ديليوتد بس بنسبه 1:50، تمام، فوسفيت بافر صالون. بسيبها في الواحد الخمسين ده لمدة 50 مينت، يعني حوالي ساعة، ساعة لعشر دقايق. بس بسيبها في الديوت الجيمسة. بعد كده بتطلع بعمل لها ووش مرة تانية في البفر دوتر او ديستال دوتر لمدة 3 لـ5 دقايق، وفي الاخر بسيبها تنشف في الهواء. يعني الاختلاف بين سيك والسين بلاد فيلم في خطوة واحدة، ان انا قبل الميثانول في السيك بلاد فيلم بعمل ووش، لكن في السن بلاد فيلم قبل الميثانول مفيش ووش ولا حاجه. هو السن بلاد فيلم زي ما بينشف بنزله في الميثانول واقوم عاملاه بجمسه، لكن التك بلاد فيلم اللي احنا فيه ده بعمل النقطه بتنشف وبعدين بعمل لها ووش في ميه وبعدين بعمل سكسيشن في الميثانول وبعد كده بعمل الصبغه. يعني الاختلاف في خطوه واحده ان في هنا في التك بلاد فيلم دوت في مرتين ووش مش مره. تاني اهو الستيننج بروسيجر هنا السيك بلاد فيلم نفس الفكره، انا عملت من غير فيكسيشن خالص، يعني ما بعملش فيكسيشن، هي زي ما هي كده. وبعد كده بقوم اعمل لها ايه رينز سلولي تاب ووتر بس كده واسيبها تمشي. نيجي للجيمس ستين. الجيمس دي يا شباب بتجيلنا احنا يعني في المعامل عباره عن بودره، فالبودره دي انا عشان اعملها بوزن منها حوالي 15% جرام من البودر وبحطه على 12.5 مللي من جليسترين ومعايا 12.5 مللي من ميثايل الكحول. بعد كده هو بيفور يوزد سولف 1 فوليوم اوف ستوك، قبل ما بستعملها ببدا ادوب 1 فوليوم من الستوك سولوشن ده اللي انا عملته ل 9 من بفرد ووتر، يعني بحط 1 من الصبغه على 9 من بفرد ووتر. هنا هو بيقول لك شويه تحذيرات. اولا البلاد سامبلز كلها انفكشوس، ممكن يبقى فيها انفكشن، ممكن تبقى بوزيتيف، فبالتالي وانت بتستعملها حافظ قوي على ان ايديك يبقى فيها جوانتي، حافظ على السيفتي بريكوشنز كلها. تاني حاجه ان الجيم ستين بتفليمابل، يعني بتتولع نار، ممكن تمسك فيها نار، فبالتالي وانت بتستعملها لازم تبقى بعيد عن اي سورس اوف فاير، اي حاجه تجيب نار هنبعد عنها. نيجي بقى للبلاد سمير اكزامينشن. هنعمل اكزامينشن ازاي؟ بنستعمل حاجه اسمها زجزاج موشن، بمعنى انا ببدا مثلا من النقطه دي وابدا امشي كده وبعدين اطلع فوق وانزل تاني
وانزل تحت وامشي يمين، امشي شويه شمال وبعدين اطلع فوق وبعدين امشي شمال وانزل تحت وامشي شمال واطلع فوق، زي حرف الزد كده وانت ماشي، زد 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 زد، زجزاج لاين كده فوق تحت فوق تحت، عشان اغطي كل المنطقه بتاعه البلوت فيلم، ما بقاش في حاجه مسد مني بالطريقه دي. دي الطريقه اللي انا بستعملها في معظم في المعامل عندنا وفي كل حاجه. نيجي بقى نشوف، انا دلوقتي صبغت جيمسة، طب الالوان اللي هلاقيها تحت الشريحه ايه، وانهي سيلز متلونه الالوان دي؟ الريد بلاد سيل يا شباب بنلاقيها لونها بينك، النيوتروفيل هتلاقي لونها ريدش بيربل نيوكليوس كده زي ما انتم شايفين، يعني النيوكليوس بتاعها تقريبا بنفسجي محمر شويه، والسيتوبلازم بتاعها بيكون بينك. الايزينوفيل بلاقي النيوكليوس بتاعتها برده بيربل يعني لونها بنفسجي، وهلاقي السيتوبلازم فينت بينك، وهلاقي فيها نقط كتير خالص لونها ريد، ريد جرانيولز. البيزوفيل زي ما انتم عارفين نفس القصه، بس بلاقي النيوكليوس بنفسجي او لونها بيربل، وبلاقي السيتوبلازم لونه بلو، بس بلاقي في كورس جرانيولز لونها بلو في السيتوبلازم. الكلام ده انتم خدتوه اصلا في الهيستولوجي. الليمفوسايت بقى بيكون لونها دارك بلو زي ما انتم شايفين كده، النيوكليوس بتاعتها بتاخد لون دارك بلو كومباكت خالص، والسيتوبلازم بيبقى حواليها لون لايت بلو. المونوسايت بتبقى فيها بينك سيتوبلازم وفي بيربل كلر نيوكليوس. اخر حاجه البليتلت بتبقى فايولت تو بينك كلر جرانيولز، يعني بان جرانيولز كده لونها من فايولت تو بيربل، يعني ما بين البنفسجي والموفي. دي هنا مايكروسكوبيك بيكتشر مبين لك، ادي الريد بلاد سيلز اهي بتبان لونها بينك، والوسطانيه دي وايت بلاد سيلز بانواعها. نفس القصه برده حاصله الناحيه دي بنفس الطريقه. نبدا بقى نشوف البلازموديوم سبيشيس او الملاريا بيبقى شكلها ازاي تحت الشريحه في السن والسيك بلاد فيلم. الملاريا يا شباب بتاخد تحت الشريحه اكتر من ستيج، يعني بيبقى فيها ستيجز كتير. نبدا كده في الشريحه الجايه هنشوف كل ستيج شكلها عامل ازاي ان شاء الله. اول ستيج معانا في البلازموديوم هي الرينج ستيج، زي ما انتم شايفين كده ادي ريد بلاد سيل من بره، كل اللي من بره دي اللي هي البينك عباره عن ريد بلاد سيلز، وكل الرينجز اللي جواها دي عباره عن البلازموديوم، بيبقى شكلها زي ستيجنت رينج ابيرنس اللي هو بتاع الفات سيلز بالظبط، عباره عن دايره وفيها نيوكليوس ثيك على وان سايد، والباقي بتاع باقي السيل عباره عن فاكيول من جوه خالص. زي ما انتم شايفين ادي رينج اهي عباره عن دايره فيها سنجل نيوكليوس ثيك على وان سايد ومن جوه فاكيول فاضي، كلها عامله زي الخاتم بالظبط. بعد كده بيبدا البلازموديوم فايفكس رينج ستيج، دي بتبدا تتغذى على الهيموجلوبين زي ما انتم شايفين كده، بتطلع جرانيولز كتير مكان الدايجيشن بتاع الهيموجلوبين، وتبدا تكبر وتعمل التروفوزويد ستيج. التروفوزويد ستيج بيبقى اميبويد زي ما انتم شايفين كده، في سنجل تروفوزيوم وفي سنجل نيوكليوس من جوه على وان سايد، نيوكليوس كبيره وشكلها واضح وباينه جدا، فبيبقى في اميبويد في الشيب، في سنجل نيوكليوس وفي بيجمنتس سكاترد في السيتوبلازم. البيجمنتس دي جايه منين؟ جايه من الدايجيشن بتاع الهيموجلوبين اللي هو اتغذى عليه جوه الريد بلاد سيل. بعد كده بيبدا التروفوزويد ينقسم بعدد كبير من النيوكلياي زي ما انتم شايفين كده. في حاله البلازموديوم فايفكس بيبدا بيبقى فيه من 12 ل 24 ميروزويدس جوه السيل، كل الجرانيول يعني كل الجرانيولز اللي انتم شايفينها دي مش جرانيولز، دي عباره عن النيوكلياي الجديده، بيبقوا من 12 ل 24، وبعد شويه كل واحد فيهم بيبدا ياخد جزء من السيتوبلازم ويفرقع السيل ريد بلاد سيل وتبدا يطلع لبره، بيبقوا اسمهم بنسميهم ميروزويتس. فدي الشايتنت ستيج هتلاقي عباره عن الكرباسل اللي هي الريد بلاد سيل اهي موجوده، وجواها من جوه مليانه نيوكليار. بعد كده بيحصل ايه؟ بعد كده بتبدا الشايتنت اللي احنا شفناه من شويه ده بيفرقع ويطلع حاجه اسمها ميروزويتس اللي هي الجرانيولز النيوكلياي اللي كانت جواه، بتاخد جزء من السيتوبلازم وبتطلع، بيبقى اسمها ميروزويد. الميروزويد ده بيبدا يعدي سيلز جديده، او بيحصل له حاجه تاني ان هو يعمل حاجه اسمها ميل اند فيميل جاميتوسايتس، دول بيفضلوا في البلاط وبتيجي بعد كده الارث روبوت تاخدهم ويكملوا السايكل بتاعتهم جوه الارث روبوت. فاحنا هناخد الجاميتوسايت ستيج في بلازموديوم سبيشيس معينه اسمها بلازموديوم فالسي بيرون، بلازموديوم فالسي بيرون كويس. شكلها ايه؟ شكلها عامل زي الموزه اللي شايفينها كده لونها بنفسجي، هناخد الفيميل جاميتوسايت شكلها زي ما انتم شايفين كده زي الموزه تمام، فيها سنجل نيوكليوس
موجوده جوه ال يعني سنترال جواها موزه كده، بتبقى الدايمتر بتاعها تقريبا قد الريد بلاد سيل حوالي مره ونص، يعني معديه حدود الريد بلاد سيل. موزه لونها بنفسجي وفيها سنجل نيوكليوس في النص. تاني بارازايت معانا النهارده في البلاد فيلم تبقى نوسوما سبيشيز. البلازموديوم اللي فات ده كان انترا سيلور، يعني بشوف الريد بلاد سيل جواها البلازموديوم، لكن التربانوسوما سبيشيز بتبقى اكسترا سيلور زي ما انتم شايفين كده، ادي الريد سيلز اهي، والتربانوسوما موجوده من بره، بتبقى شكلها كريسنت شيبد كده او بنانا شيبد زي الموزه او زي الهلال، او ممكن تقولوا عامله زي الموز الكتير قوي، هي بنانا شيب وفيها نيوكليوس، ممكن تبقى سنترال ممكن تبقى انتيريور، بس فيها سنجل نيوكليوس لونها ازرق غامق، وليها فري فلاجيلوم اللي انتم شايفينه طالع منها ده، كل الفتل اللي طالعه منها دي عباره عن فري فلاجيلوم لان هي فلاجيليتد كور اهي. دي سنجل نيوكليوس وهي شكلها بنانا شيب اكسترا سيلور بعيد عن الريد بلاد سيلز اهي، وايه فيها سنجل فلاجيلوم كور. دي تريبانوسوما سبيشيز. بعد كده معانا توكسوبلازما جونزاي تروفوزويدس، زي ما انتم شايفين برضو ادي الريد سيلز وادي التروفوزويد بتاع التوكسوبلازما، شكله عامل ازاي؟ هو برضو كريسنت شيب يعني زي حرف السي كده، وفي سنجل نيوكليوس لونها دنس اهي، كريسنت شيب وفي سنجل نيوكليوس لونها دنس، ده البلوت فيلم بتاعها اهو، الريد سيلز كتير جدا وفي وسطيها كريسنت شيب وفيها سنجل نيوكليوس، بس ملهوش فري فلاجيلوم، يعني توكسوبلازما تروفوزويد مفهوش فلاجيلوم لان دي مش فلاجيليتد فورم اصلا. نيجي للليشمانيا سبيشيز امستيجوت. الليشمانيا سبيشيز امستيجوت عباره عن ايه؟ اللي شايفينه ده الماكروفاجس الكبيره قوي دي، دي ماكروفاجس تمام. اللي انتم شايفينه من ورا ده هو الامستيجوت فور، كل الحاجات الصغيره دي اللي من ورا هي الامستيجوت فور. الامستيجوت فور يعني امستيجوت معناها ان مفيش فلاجيلوم، يعني مفيش، وماستيجوت اللي هو الفلاجيلوم، فامستيجوت فورم يعني مش طالع منها الفلاجيلوم. كل النقط اللي انتم شايفينها من ورا دي عباره عن الليشمانيا سبيشيز امستيجوت. طب ايه حكايتها؟ هي في العادي بتعيش جوه الماكروفاجس، يعني دي ماكروفاج ودي ماكروفاج، فساعات بتبقى الماكروفاج رابشرد فيطلع منها الليشمانيا بادز دي او الليشمانيا امستيجوت فور، كل اللي من ورا دول. واللي انتم شايفينهم متخشكم نيوكلاي كبيره قوي دي، دي النيوكلاي بتاعه الماكروفاج. مايكروفلاريا احنا نسمع عن داء الفيل اللي هو الورشاريا بانكروفتي. الورشاريا بانكروفتي دي ادلت وفلاريا الور، بتبقى موجوده في الليمفاتكس وبتسدها اللي هو داء الفيل. بتولد مايكروفلاريا بتروح للبريفرال بلوت عشان ياخدها بعد كده الارثروبود اللي بيكمل بيها اللايف سايكل. فالمايكروفلاريا دي بتبقى موجوده ازاي؟ انا بحضر ستيك بلوت فيلم فبشوفها حواليها وايت بلوت سيلز زي ما احنا شايفين كده تمام. شكلها بيبقى زي ما انتم شايفين كده زي ويرم صغيره خالص، بيكون فيها جواها جوه البادي في كولن اوف نيوكلياي، كل اللي في وشكم ده نيوكلياي جواها، ما عدا الهيد بتاعتها بتكون فري والتيل بتبقى فري فري برضه، ما فيهاش بارازايت تمام. وبيبقى حواليها شيس مغطيه البادي بتاعها، حواليها من بره كل اللي احنا شايفينه ده عباره عن ايه؟ عباره عن وايت بلاد سيلز تمام.